الناس وجه لوجه للشعب اللي يعمر مراوغ الثاني تو والثاني ممتاز حمد الهولي ياخذ الكرة قبل وسط الميدان يراوغ بالدفاع يخرج راس يراوغ بحمزة الباهي ويضع الكرة في الشباك ممتاز جدا حمد الهولي تقريبا 40 متر يجري بالكرة بفنيات كبيرة ببول الدم عالية يراوغ بالدفاع والحارس ويضع الكرة في شباك